وصل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والوفد المرافق إلى الرياض، وقد ترأس سمو وفد البحرين إلى الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية وفد مملكة البحرين في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. وتم خلال الاجتماع رفع خالص الشكر والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتفضلهم بإصدار القرار الخاص بإنشاء الهيئة المذكورة كقوة دافعة للجوانب الاقتصادية والتنموية للعمل الخليجي المشترك. كما تم مناقشة اعتماد اللائحة الداخلية لعمل الهيئة وتسهيل واستعجال إصدار القرارات اللازمة والهيكل التنظيمي للهيئة وكذلك آليات العمل للسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، ومناقشة اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية وتنويع مصادر الدخل. كما تم تحديد 5 أولويات أساسية وهي اتخاذ كافة القرارات والخطوات التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وضع كافة القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ، وإجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية، وتهيئة كافة العوامل اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والاهتمام بكافة المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن الاجتماع كان مثمراً من خلال مناقشة النقاط المهمة التي تصب في مصلحة الارتقاء بالاقتصاديات الخليجية وفقاً لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجعل من الاقتصاد الخليجي في ديمومة من الارتقاء في مختلف مجالاته، بما يعود بالشكل الإيجابي على مسيرة التنمية في الدول الخليجية. وأكد سموه أن إنشاء الهيئة مهم للغاية من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى أن دول الخليج مطالبة اليوم بسرعة تنفيذ المتطلبات في ظل التحديات والمستجدات التي تمر بها المنطقة، والعمل على إنشاء تكتل اقتصادي خليجي. وأضاف سموه إلى أن الهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية ستسهم في دعم التوجهات القائمة من أجل القرارات الاقتصادية بين دول الخليج العربي، وذلك بتفعيل النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل للمواطنين والمساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية. هذا وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الرياض الدولي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والسيد عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية.